حيت حنايا خصنا تغيير، ماشي خصنا تغيير الاسماء، حنا هاد تغيير الاسماء ماشي الاختصاص ديال مجلس المقاطعة، من اختصاص المجلس الجماعي. وحنا في هاد المجلس تنديرو غير مجرد اقتراح، ماشي حنا اللي كنسمي في مجلس المقاطعة، المجلس الجماعي هو اللي عنده الحق انه يعطي الاسماء. وحنا ذات طلعات اكثر من هاد الشيء السيد الرئيس، حنا بغينا نمشي نشوفو باش نمشيو نغيرو اسم باسم، حنا بغينا نشوفو المعاناة ديال المواطنين والمواطنات وفاش تيتخبطو في الاوضاع ديالهم في هاد الازمات هادي اللي كنعيشوها حاليا، ماشي نغيرو اسم باسم نقعدو 3 شهور باش حنا هذا تبيع على الابد. ملتمس بالموافقة، لأن هاد الملتمسات اللي كنديرو هنا نرفعوها للمجلس الجماعي. والمجلس الجماعي هو الذي ينظر في هذه المواضيع، واش الموضوع ديال أننا نديرو قانون داخلي لتدبير مرفقين عمومي، واش ماشي هذا عبث؟ واش نخليو؟ وما تجاوبينيش على وحليني تنسالي ونعطيك الكلمة. لا ما قطعتش. هذا موضوع يهم المواطنين والمسرح لا واطلق، هو مرفق عمومي يجب وضع له جميع الضوابط القانونيه والاداريه من اجل تدبيره، وما غاديش نخليوه سايب. وجبنا هذا النقطه بالخصوص للحفاظ على المرافق العموميه التابعه للمجالس المنتخبه واللي تابعه للمجلس ديال المقاطعه. ومن طبيعه الحال كان لابد اننا نجيبوها نقطه في جدول الاعمال للمصادقه، وهذا يدخل في صميم اختصاصاتنا كمجلس منتخب. وماشي هنا اليوم باش يجي يحكي علينا الظروف او يجي لنا املاءات خارجيه من خارج هذا المجلس ويجي يبغي يبقى علينا. نحن نقوم بواجباتنا، واليوم جبنا دفاتر التحملات الخاصه بجميع المهن وبجميع القطاعات وبجميع التجارة اللي كاينة وبجميع الممارسات المهنية والتجارية. هل هذا لا يدخل في اختصاصات المجلس ولا يهم المواطنين؟ هذا الرخص الاقتصادية لا تدخل في مهام واختصاصات هذا المجلس؟ واش هذه الرخص هذه ما كتهمش السكان والمواطنين والمرتفقين اللي كيجيو عندنا؟ مادام انك وصفتي هذه النقط بانها لا تهم المواطنين، وملي هضرنا على تصميم التهيئه في هذا المجلس، هل هذا لا يهم المواطنين؟ نحن مجلس موقع، وهذا المنتخبين لهم من الكفاءه التدبيريه ولهم من الكفاءه العلميه ما يستطيعون به ان ينهضوا بالتنميه داخل هذا المجلس وداخل مدينة مراكش. اليوم وحنا كنفتخروا بهذا المنتخب، لان حنا ما تناقشوش اليوم العبث، هنا ما تناقشوش العبث، هنا كنناقشوا مواضيع جد مهمة واللي كتهم المواطنين. إذا كان تيبان لك بأنه تفتح التحملات الخاص بالمرفق العمومي هو عبث، فعين العبث أن نتحدد بالعبث في شيء ليس بالعبث. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.